أنا إيمان صبحي، المدير التنفيذي لمركز الربع الثقافي. ده إيفنت اسمه سينما الربع. عملنا بوست سألنا فيه الناس تحبوا تقترحوا إيه جديد في الربع، فمعظم المقترحات كانت عبارة عن سينما، ندخل سينما في الربع ونعرض أفلام وثائقية، وفي حد عرض علينا نعرض مسرحيات فيروز القديمة. جات لنا كذا كذا فوت على كذا حاجة يعني، وعملنا ايفنت وبدأنا بفكرة بسيطة ان احنا نعمل كل يوم حد فيلم من نوع مختلف، دراما وكوميدي وانيميشن وحاجة كمان مش فاكرة ايه هي، بس المهم ان احنا ايه هنعمل كام شهر كده الفكرة دي لحد ما يبقى لنا جمهور، وبعد كده نبدأ نعرض بقى الافلام زي افلام الوثائقية، افلام المهرجانات اللي ما بتتشافش معناها بتبقى حلوة جدا. فبس احنا عايزين نعمل جمهور للفكرة، وبعد كده نبدأ نعرض افلام تكون ما اتشافتش قبل كده يعني.